السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده برنامج بنت نوستين جرو، ده بترفع الموديل بتاعك من على أي برنامج، برامج فوتو ديسك زي رافت، زي أوتوكاد، زي سيلف 3D، زي نفس وركس، وتبدأ تشوف الحاجة بتاعتك أونلاين. فممكن تيجي هنا هتلاقي هنا ده نبذة عن المشاريع الموجودة أوفر فيو. ده الموديل اللي متجمع، دي الموديل، كل موديل لوحده. وهنا بتضيف الناس اللي شغالة معاك في المشروع، بتقول عد، وتضيف الأشخاص الموجودة معاك في المشروع. لو أنت عايز تشوف الموديل تضغط عليه هنا، فبيبدأ يفتح لك الموديل، بيحمل الثلاث ملفات، الأرتكشر هنا هو عامل الدلتا ودي دبليو اف، لأن هو معمول للرؤية مش معمول إن أنت تكمل شغل عليه. هو بيحمل لسه، تقدر تعمل زوم، تقدر تشوف الموديل ده، كل ده من غير ما تسطب أي برامج، يعني مش لازم يكون عندك أوتوكاد أو ريفيت أو أي برنامج، لأ أنت تقدر تشوفه بالشكل اللي أنت شايفه دلوقتي. تقدر تعمل سيلكت عليه عنصر، تعرف الخصائص بتاعته، تقدر تيجي هنا تقول له أنا عايز أقيس مثلا من هنا لهنا قد إيه، فيقول لك قد إيه المسافة. خصائص أي عنصر أنت عايز تعرفها، تمام. المعلومات كلها كاملة عن الموديل بتاعك، ممكن تقول له يعني أنا عايز هنا أشوف المودلز الاستراكشر بس، يجيب لك الاستراكشر بس. ممكن تقول له أنا عايز فيو، يعني تبدأ بتشوف لقطة معينة، تمام. ممكن تقول له يعني مثلا تكون مثلا هنا وتقول له entrance view، فيبدأ يجيب لك لقطة داخلية من جوه، تقدر تحط كومنتات. هنشوف الموضوع ده مع بعض ازاي بيتم، تمام، في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.